Good morning, my student. How are you? Open your box, jump aboard. نفتح كتاب jump aboard. Page number 55. صفحة 55. Today we will take lesson 8 from unit 5. From unit 6. اليوم نأخذ الدرس الثامن من الوحدة السادسة. طبعا دائرة من الدرس الثامن عبارة عن story. قصة. Story. نتذكر القصة كانت عن شخص اسمه أنتي إيليا، العمة إيليا. كان عنا بالقصة بالوحدة الماضية تشارلي، الولد اللي اسمه تشارلي، بارني اللي هو الدب، الدبدوب. اليوم نشوف شو القصة. طبعا أول قمة نبلش، المطلوب مني من القصة نسمعها من الماس، نفهمها ونجاوب على الأسئلة اللي تحت فقط. Listen to me. أنتي إيليا، أول إشي نكتب التاريخ. Today is 18th of February 2021. Our lesson today is Auntie Ilia. درسنا اليوم هو العمة إيليا. Look at picture number one and let's read. خلينا نقرأ. What's the score? يعني كم هدف؟ شو النتيجة؟ العمة إيليا بتسأل تشارلي. بيلعبوا كرة قدم طبعا هما. What's the score? شو النتيجة؟ شو بيحكي لها تشارلي؟ It is two goals to one. يعني هدفين لهدف. We are winning. يعني احنا الفائزين. Picture number two. تشارلي شو بيحكي؟ بارني is playing very well. يعني الدب بارني بيلعب بشكل جيد. الآن the owl البومة شو بتحكي؟ He is very strong. يعني هو قوي جدا اللي هو بارني. Picture number three. Look at Auntie Ilia. Auntie Ilia is knitting. شو يعني knitting؟ بتحيك، بتخيط. الآن شوف شارلي شو بيحكي. Oh no, look at our goal. انظروا للهدف تاعنا، الهدف تبعنا. طبعا بارني لما ضرب الهدف انت فات بالجول. فشو بيحكي بارني؟ سوري. أنتي إيليا شو بتحكي؟ Don't worry, I can help. لا تقلقوا، أنا بساعدكم. لما بارني ضرب الهدف، الكرة بالهدف، شو صار بالهدف؟ انثقب، انمزع الجول. فأنتي إيليا قالت I can help، أنا بستطيع مساعدتكم. Picture number four. أنتي إيليا جهزت قطعة مشان تنحط على الجول. شو حكت لهم؟ Look, انظروا. تشارلي شو بيحكي لها؟ You are amazing, Auntie Ilia. يعني أنت مدهشة يا Auntie Ilia. الآن بعد ما قرأنا الدرس، لا مطلوب مني نسخه ولا قراءته، مطلوب فقط حل الأسئلة. الآن معطيني 4 sentences، 4 جمل، ومعطيني true يعني صح، false خطأ. بدي أحط دائرة، إذا الجملة صح على true، وإذا خطأ على false. Sentence number one. In picture one, بالصورة الأولى, Auntie Ilia, العمة إيليا, is playing football. Auntie Ilia playing football. تلعب كرة قدم. No, false. In picture two, بالصورة الثانية, Barney is playing very well. Barney is playing very well. صح ولا خطأ؟ صح. بيلعب بشكل جيد. Number three. In picture three, Auntie Ilia is knitting. طبعا الكي لا تلفظ. Auntie Ilia is knitting. Knitting معناها يحيك. بتخيط. True or false? أكيد true. In picture four, بالصورة الرابعة, Charlie is wearing. يلبس. Wearing معناها يلبس. Charlie is wearing a red t-shirt. Charlie لابس red t-shirt. طبعا اكيد فولس نو لانه لابس يلو. الان المطلوب حل التمرين هون. ننتقل الان للريفيو المراجعه. Open your pupils book page number 56 and 57. عندي هون تشيك اب، مراجعه كامله للوحدتين الخامسه والسادسه، مهمه جدا. اول شيء write the date of the page، نكتب التاريخ. Today is 18th of February. 18 of February 2021.
ريفيو معناها مراجعة. exercise number 1. قبل ما نبلش بالاكسرسايز، تتذكروا لما أخذنا بالوحدة الخامسة معنى كلمة كان يستطيع وكانت لا يستطيع؟ الحل معتمد عليهم. There is a boy and there is a girl. The boy's name is Petey. الولد اسمه بيت، البنت اسمها سونيا. الآن كل شخص فيهم في أشياء can do it and things can't do it. في إشي بيقدر يعمله في إشي لا. الآن الإشي اللي بيقدر يعمله محطوط عنده yes، واللي ما بيقدر no. اليس يعني كان والنو كانت. نبلش. رايد أبايك معناها يركب الدراجة. بيت يس يعني كان بيستطيع. سونيا كانت ما بتستطيع ركوب الدراجة. يوز الكمبيوتر يستخدم الكمبيوتر. بيت كانت لا يستطيع. سونيا كان لأنه يس. سويم السباحة يسبح. بيت كان لأنه يس. سونيا كانت لا تستطيع. play the violin. play هون بمعنى يعزف على الفيولون، آلة موسيقية. play يعزف. يعزف على الفيولون. بيت نو سونيا كان تستطيع. اعذروني صوتي رايح. الآن نبلش. بدك تحط دائرة يا إما كان أو كانت. بيت الولد اللي اسمه بيت كان ولا كانت رايد أبايك؟ رايد أبايك بنشوف كان بيقدر، بنحط دائرة كان وبنشطب كانت. سونيا رايد أبايك تركب الدراجة، كان ولا كانت؟ كانت. فبنحط دائرة عشو عكانت وبنشطب كان. نمبر ثري بيت الشخص اللي اسمه بيت وينه؟ هيو. سويم لا يوز الكمبيوتر بيستطيع ولا لا؟ كانت. فشو بنحط دائرة؟ كانت وبنحذف كان. سونيا اللي هي الجملة الرابعة، نيجي على سونيا. سويم هي سويم وهي سونيا، هل تستطيع السباحة؟ نو يعني كانت. حط دائرة على كانت وبنشطب كان. الآن let's move to exercise number 2. التمرين الثاني بدك تعبي بالفراغ يا إما is يا إما are يا إما am. is مع الهي والشي والإت. am مع الآي. are مع الذي والوي واليو. نبلش. I am. We are. You are. I am. She is. They are. Now let's move to exercise number 3. اكسرسايز نمبر 3 كثير دقيق وكثير بده تركيز. الآن التمرين بيحكي لي عن our و there. شو يعني our؟ our معناها لنا و there معناها لهم. our بستخدمها إذا كانت الجملة مستخدمين فيها الضمير we. إذا الجملة مستخدمين فيها الضمير we بنستخدم our. إذا مستخدمين كمان I and مثلا علي، أنا وعلي، I and علي، I and سلمة، بستخدم كمان our. إذا مستخدمين they الضمير they بالجملة بستخدم there. طبعا كثير دقيقة القاعدة، كثير مركزة. فالآن أنا أركز، إذا في we بستخدم our، إذا في they بستخدم there، إذا في اسم جمع بستخدم there. نبلش. Number one, we. حط دائرة عوي. We have got a cat. We معناها نحن. إحنا بنملك قطة. Our cat is black. قطتنا لونها أسود. ففي we شو بستخدم مباشرة؟ Our.
نيجي number two. My friends أصدقائنا اسم جمع. إذا عندي اسم جمع مباشرة بستخدم there لأني بحكي عنهم هم. My friends أصدقائنا have got a computer بيملكوا كمبيوتر. Their computer كمبيوترهم is new فأنا عندي اسم جمع مباشرة بستخدم there. Number three. Sonia and I. سونيا وأنا مباشرة في I ومضاف إلى حدا ثاني بستخدم our. سونيا and I like sport يعني أنا وسونيا بنحب الرياضة مباشرة بختار our. Our favorite sport is football. Number four. عندي we. مباشرة عندي we بستخدم our. We have got a car. إحنا بنملك سيارة. Our car سيارتنا is green. نستخدم our. سيارتنا لونها أخضر. My brother and sister. أخوي وأختي. عندي اسم جمع. شو بستخدم بدالهم؟ their. My brother and sister are brushing their teeth. أخوي وأختي بفرشوا أسنانهم هم مش أسناننا إحنا. فشو بستخدم؟ their. رجاء كل ملاحظة بكتبها ضروري تنكتب. يمس. Now let's move to the fourth exercise. التمرين الرابع نكتب التاريخ 18th of February. Look and complete. Look here. Sandy. Rob. Jim. Bill. Kiri. Tiri. Katie. أو Kate. الآن كل شخص فيهم بيعمل إشي. Jim and Farag are playing table tennis. الآن بنشوف مين اللي بيلعب مع Jim table tennis. Kate. نكتب اسمها هون. Jim and Kate are playing table tennis. Number two. فراغ is climbing. شو يعني climbing يتسلق؟ Is climbing a tree. مين اللي بتسلق الشجرة؟ نشوف اسمه. بيل. فشو بنكتب بيل؟ بيل is climbing a tree. Number three. فراغ is riding a bike. Riding يركب الدراجة. مين اللي بركب على الدراجة؟ ساندي. فبنكتب هون Sandy is riding a bike ونكتب فوق riding يركب. Number four. فراغ is using يستخدم a computer. مين اللي بيستخدم الكمبيوتر؟ اللي هو Rob. Rob بنكتب Rob. Rob is using a computer. Number five. فراغ is running. مين اللي بيركض؟ Tiri. Tiri is running يركض. التمرين جدا بسيط هون. The last exercise for today. Look and complete. انظر وأكمل. بدنا نختار الكلمة المناسبة. Climbing يتسلق. Dancing يرقص. Drawing طبعا هون تلفظ أو. Drawing يرسم. Skying يتزلج. الآن نبلش. الصورة الأولى. They are شو بيعملوا؟ Dancing. She is البنت الثانية. Skying تتزلج. It is شو بيعمل المونكي القرد؟ It is climbing يتسلق a tree. He is شو بيعمل الولد؟ Drawing يرسم. He is drawing. هيك يا مس بنكون أنهينا الواجب، أنهينا اليونيت. Good luck ويعطيكم العافية.